قلت قبل كده انك رفضت ريال مدريد عشان الزمالك، احكي لنا القصه دي. لا انا ما رفضتش ريال مدريد، انا فعلا جالي بالفعل ريال مدريد وانا بعد كاس العالم تحت 17 سنه. هايل. بس انا ما كنتش فاهم قصه الاحتراف دي قوي وانا صغير، ووالدي كان يعني مصمم ان انا اخلص تعليمي، كنت لسه في اولى جامعه، فقال لي يا ابني خلص تعليمك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ما كناش فاهمين بقى الكلام ده خالص خلص يعني. تعليمك تروح ريال مدريد؟ كان ساعتها في الوقت ده لو تفتكر هاني سعيد كان سافر في نفس الجيل باري. ده. هاني سعيد ايطالي سافر الاول، لا اودينيزي، اودينيزي الاول صح. هو اشرف ابو زيد، صح. وكنت انا ولعيب اسمه محمد عز في المقاولين، كنت انا ريال مدريد، كان 17 سنه. فالريال مدريد لما بتاخدك في الوقت ده بتاخدك في الناشئين، بتشوفك هتستمر لحد 2021، يا اما تطلع فريق اول، يا اما حتى لو رحت اعاره، اللي هي الحاجات اللي بالظبط بنشوفها. بالظبط. طبعا هتروح اعاره مثلا من ريال مدريد، هتروح حاجات تروح قويه فالنسيا، هتروح اشبيليه يعني، او ممكن تلعب. لان انا في السن بتاعي اصلا اللي سافر في الوقت ده، سافر كان سني كان فيه رونالدينيو وتشافي، تشافي كان في كاس العالم بتاعنا، كان في برشلونه، وكاسياس، فدي مجموعات بتاعتنا. فكان ساعتها يعني ساعتها ان انت لو رحت، لو اشتغلت شغلهم وكلت اكلهم وعشت عيشتهم، طب خلاص بقيت زيهم زيهم زي محمد صلاح كده، او زي اللعيبه اللي احترفت وهي صغيره في السن يعني. صح صح. فهي دي كانت ساعتها، بس انا ما رفضتش، انا ما كنتش فاهم. انا ما رضيتش ان انا اهرب، زي ما فكره ان انت كان ممكن تسافر وتمشي بعد كده، هم الناس تدور على حق الرعايه. انا دي كنتش عارفه، ما كنتش فاهمها اصلا. فلا انا قلت خلاص تعليمي، والدي كان مصمم جدا على التعليم، وابويا مهم يعني بالنسبه له التعليم طبعا مهم جدا جدا، طبعا. وقال لي بعد ما تخلص، كانت طبعا انت وصلت 20 سنه بعد بعد ما تخلص اتغرت، بعد ما تخلص نبقى نروح ريال مدريد ان شاء الله. اكن ريال مدريد ده مثلا مستنيني. بعد ما تخلص نبقى نشوف ريال مدريد ده.